السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. إن شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن الاختبارات الوطنية نافس وأهم الأسئلة حول هذه الاختبارات. السؤال الأول، ما الاختبارات الوطنية نافس؟ هي اختبارات تم إعدادها بناء على مناهج التعليم العام، الكتب الدراسية في القراءة والعلوم والرياضيات، والمعايير الوطنية ومعايير الاختبارات الدولية، ويتشمل الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط. الصف الثالث الابتدائي مادتي القراءة والرياضيات، أما السادس الابتدائي مادة ثلاث مواد القراءة والرياضيات والعلوم. هل يشمل الاختبار جميع المواد الدراسية؟ الاختبار يستهدف مادتي القراءة والرياضيات فقط للصف الثالث الابتدائي، الثالث الابتدائي القراءة والرياضيات، ومواد القراءة والرياضيات والعلوم بالنسبة للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط. لماذا تطبق الاختبارات الوطنية نافس على الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط؟ الاختبارات الوطنية نافس تقيس ما تعلمه الطلبة في الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، حيث تمثل هذه الصفوف نهاية كل مرحلة تعليمية. كم مرة يعقد الاختبار في العام الدراسي؟ تعقد الاختبارات الوطنية نافس مرة واحدة كل عام قبل الاختبارات الختامية للمدارس. لماذا الاختبارات الوطنية نافس؟ تساعد الاختبارات الوطنية في معرفة مستوى التحصيل الدراسي ومدى إتقان المعارف والمهارات الأساسية في القراءة والعلوم والرياضيات ومتابعة التغييرات في مستواه. هل يتطلب دخول الاختبار تسجيلا أو إجراء محددا؟ لا تتطلب الاختبارات الوطنية نافس التسجيل المسبق من قبل الطلبة أو المدارس، وإنما يرشح الطلبة والمدارس المستهدفة بالتنسيق بين هيئة تقويم التعليم ووزارة التعليم. هل يطبق على جميع مدارس المملكة العربية السعودية وعلى أي الصفوف يطبق الاختبار؟ تطبق الاختبارات الوطنية نافس 1443-2022 على جميع مدارس المملكة العربية السعودية المتوسطة والابتدائية، وبالتحديد الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط، وعينة من الصف الثالث الابتدائي، وتم اختيار فصل واحد من كل صف مستهدف. كم مرة يعقد الاختبار في العام؟ تعقد الاختبارات الوطنية مرة واحدة كل عام قبل الاختبارات الختامية للمدارس. هل تحتاج الاختبارات الوطنية نافس لاستعداد خاص؟ لا تحتاج إلى استعداد مسبق، واكتفي فقط بالمراجعة العامة لما تم دراسته خلال العام الدراسي. هل يوجد رسوم للاختبار؟ لا يوجد مقابل مادي للاختبار الوطني نافس. هل تؤثر نتيجة الاختبار على انتقال الطالب للصف الذي يليه؟ ليس لنتيجة الاختبار أي تأثير على انتقال الطالب للصف الذي يليه، لكن نتائج الاختبار تعتبر مهمة لمنظومة التعليم. هل تتوفر نسخة محوسبة في الاختبارات الوطنية نافس؟ تتوفر نماذج محوسبة مساندة للاختبارات الوطنية نافس الورقية، وتنفذ من خلال الحاسب الآلي باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تطبق تجريبيا في عدد محدد من المدارس. كيف سيتم تهيئة الطلاب يوم الاختبار؟ توجد 15 دقيقة في بداية الاختبار لتهيئة الطلاب والترحيب بهم وإدخال الطمأنينة إلى نفوسهم وتوضيح تعليمات الاختبار. كيف سيتم اختبار المدارس؟ هل يطبق على جميع المدارس أم على مدارس محددة؟ تطبق الاختبارات الوطنية نافس على جميع مدارس الابتدائية والمتوسطة وعلى عينة من الصف الثالث الابتدائي وجميع صفوف الصف السادس ابتدائي والثالث المتوسط. كيف أعرف نتيجة الاختبار؟ سيتم عكس نتائج الاختبارات الوطنية نافس على مؤشر ترتيب، والذي يقدم معلومات ومؤشرات عن أداء المدارس. ما هي المواد التي يختبر فيها الطلبة في الاختبارات الوطنية نافس؟ يختبر الطلبة للعام الحالي 2022-2021 في ثلاث مواد دراسية، وهي القراءة، الرياضيات، العلوم. بالنسبة للصف الثالث الابتدائي القراءة والرياضيات فقط، أما السادس والثالث المتوسط القراءة والرياضيات والعلوم. التوفيق للجميع، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.